اهلا بكم من جديد. ننتقل الان مجددا الى زميلنا مهران قاسم في مركز دبي المالي العالمي لمتابعه احداث المنتدى الاستراتيجي العربي. اليك مهران. شكرا ساندي وعبد الله، وهذه إطلالة ثانية إذا من المنتدى الاستراتيجي العربي، ويسرني أن أستضيف معي هنا الدكتور عبد العزيز صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. صباح الخير دكتور، وأهلا بك معنا. دكتور، بداية حابين نعرف منك أكثر، على ماذا يسلط الضوء المنتدى الاستراتيجي العربي في هذه الدورة؟ أولا أنا سعيد باستمرار هذا المنتدى لأني حضرت دورة الأولى قبل 20 عام، ونحن الآن نستمر في هذا المنتدى. هذا المنتدى أهميته دائما تكمن في قضيتين أساسية: تحليل الواقع الذي يعيشه العالم العربي، واستشراف المستقبل مع وضع سيناريوهات محتملة للمستقبل. وهذا أمر يساعد كثير صانع القرار أنه يستطيع أن جمع هذه العقول المتميزة والخبرات والإمكانيات الموجودة ومناقشة الواضحة والصريحة، تعطي فرصة لمحاولة فهم خارج الإطار المحدود في بعض الأحيان، والنظرة بشكل أوسع وأهم وكذا. وأنا يمكن استشهد بما قاله سمو الشيخ محمد بن راشد في أوائل هذا المنتدى، حينما ركز على قضيتين: ركز على الوضع الفلسطيني وضرورة الوصول إلى حل، وركز على وضع العراق وأهميته في ذلك الوقت. وطبعا هذه أهميتها أنها تطرح. واليوم يعني مع الأستاذ محمد القرقاوي رئيس المنتدى ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أيضا طرح ثلاثة قضايا مهمة جدا، من ضمنها الدور الذي تلعب دول الخليج العربي وأهميتها على مستوى العالم اليوم، والالتفاف الدولي حولها، بمعنى أن الكل ينظر ما الذي تقرره دول الخليج، ما الذي تبحث فيه دول الخليج، ما هي مواقف دول الخليج، ومن ثم تتهافت الدول على هذه المنطقة. اسمح لي دكتور، أنت ذكرت أنك حضرت الدورة الأولى لهذا المنتدى، شو الفرق اللي كان بين الدورة الأولى وهذه الدورة؟ تطورات الأحداث في المنطقة. يعني شهدنا خلال 20 عام تطورات في المنطقة كبيرة، تمام، وهذه التطورات عانى ما عانى فيها، سواء الربيع العربي إلى آخرها الكورونا، فهنالك تطورات كثيرة حدثت في المنطقة تجعل دائما، ولكن الميزة دائما أنا أقول في منطقة الخليج أن هنالك التفاف شعبي حول القيادة. لا يوجد يعني خلاف في هذه المنطقة أو رغبة في أي تغيرات سياسية. التغير يحدث والتطوير يحدث تدريجي ونابع من قناعة أهل المنطقة، تمام، وهذا له أهمية ثانية. القيادة في المنطقة الخليجية دائما تحرص على رفاهية ورخاء شعوبها، تقدم ما يمكن تقديمه، ولذلك دائما نجد هذا الالتفاف موجود بين الشعوب وما بين القيادات في دول الخليج، وهذا أعطاها ميزة للاستمرارية الحمد لله رب العالمين، دون وجود اضطرابات في منطقة الخليج بالرغم من كل الاضطرابات التي نشهدها حوالينا في سوريا وفي لبنان والآن في الوضع في غزة. نسأل الله يعني أن يعين أهالي غزة على ما هم عليه في الوقت الحاضر، وأيضا في ليبيا وفي مناطق كثيرة شهدت توترات كبيرة، إلا أن بقيت منطقة الخليج تتمتع بهذا الأمن والاستقرار والرفاهية، لأن هنالك توافق مصلحة الشعوب تقدمها القيادة على أي مصلحة أخرى. ونسأل الله استمرار هذا الأمن على كل دول الخليج ودول العربية أيضا وكل دول العالم. ولكن دكتور، ذكرت أنت أن هناك تطورات تحدث إن كان جيوسياسية وأيضا اقتصادية، حاب أعرف منك أبرز هذه التحديات ربما التي يواجهها العالم العربي وأيضا الخليج. تحديات واحدة منها مثلا تكمن في أمن البحار والممرات المائية. نحن نشهد الآن اضطراب كبير، وهذا الاضطراب يؤثر، لأن دول الخليج تعتمد على مضائق، مضيق باب المندب ووصول البضائع من خلاله، خليج السويس ومضيق هرمز، فدول الخليج تعتمد على المضائق البحرية، فالأمن البحري له أهمية كبيرة جدا فيما يتعلق بمنطقة الخليج. أيضا تطورات الوضع في اليمن، هل سوف يتم وصول إلى حل في اليمن أو راح يكون في تدخل خارجي الآن في اليمن، بالذات أن هنالك دول عظمى تهدد باستخدام قدرات عسكرية على الوضع في اليمن. استمرار الوضع في غزة، تمام، وإلى أي مرحلة ومتى ممكن أن يكون وصول إلى حل وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية أنها تأخذ دورها. يعني أيضا الوضع الاقتصادي، بمعنى أنه في دول عربية مرتبطة بدول الخليج وضع الاقتصادي يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مراجعة ولا مفاهمة، بالذات دولة كبيرة مثل مصر، يعني تمام ديونها الخارجية. أيضا
تدني أسعار السلع الأساسية في بعض الأحيان قد يكون في نوع يعني يحتاج إلى معالجات مالية حتى تستطيع أنك أنت تتجاوز يعني هذه التحديات. وجود وضع غزة ربما يعيدنا إلى مرحلة العنف ومرحلة الإرهاب، لأنه غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان أوجد القاعدة، والوجود الأمريكي في العراق أوجد داعش، والآن هذا الظلم وهذا القهر وهذا العنف وهذا الاستخدام المفرط للسلاح ضد الأبرياء والأطفال والعزل في غزة ربما يولد نوع جديد من التطرف. دكتور، أنت ذكرت جملة من التحديات، ولكن ما هي طموحاتكم من خلال هذا المنتدى؟ ميزة هذا المنتدى أنه يطرح رؤى مختلفة ومعالجات مختلفة لمجمل قضايا، وهذه الرؤى وهذه الأطروحات هي دائما تنطلق من واقع وليس من تأملات فقط، لأنه يعني المدرسة الواقعية تسود في التفكير في هذا الجانب، والمدرسة الواقعية تقوم على أنه ما الذي يمكن بالفعل تحقيقه وعمله للخروج من هذه الأزمات وهذه التحديات وكيفية التعامل معها ووضع السيناريوهات والاحتمالات المستقبلية التي يمكن أن تكون. ذكرت نقطة أيضا مهمة دكتور، يعني هي رفع مستوى المعيشي ورفاهية لدى الفرد، إلى أي مدى ذلك يساعد ربما في درء المشاكل أو ابتعاد عن هذه التحديات اللي تحضرك؟ تعرف دول الخليج تميزت بأن أعطت فرص لأبناء شعبها بشكل كبير جدا، وجعلت الرفاه الاقتصادي جزء مهم جدا من منظورها ومنظور التعامل، فهي لا تتعامل بأيديولوجيات ولا تتعامل بأسلوب القمعي ولا بسلطة يعني سلطوية عالية، هي عقد اجتماعي موجود فيما بين الشعوب والسلطة، وهذا العقد الاجتماعي قائم على مفاهمات جميلة. القيادات السياسية تقدم وتحرص على وجود كل ما من شأنه رفاهية هذه الشعوب ورخائها، لأنه كلما كان الإنسان مشغول ومصادر دخله موجودة واحتياجاته الأساسية مغطاة، كلما ابتعد عن أي توجه له علاقة بالتطرف أو العنف أو الأشياء التي لا تحمل عقباها. صحيح، يعني إلى أي مدى نحن بحاجة دكتور إلى ربما استشراف المستقبل إلينا قبل وقوع التحديات؟ إلى أي مدى ذلك يسهل ربما أو يعني يخلي عملية إيجاد حلول أسهل؟ يعني اليوم أنت تستطيع أن تستشرف يعني واقع الواقع والتاريخ، ممكن أن تسهل في عملية استشراف المستقبل، بمعنى أن هنالك عبر ودروس من التاريخ، وهنالك على حسب الواقع الذي تعيشه أنت ممكن أن تستشرف ما يمكن أن يكون فيه المستقبل المنظور أو متوسط المدى في هذا الجانب. وأيضا هذا له تأثير بالرؤى والخطط، دول الخليج جميعها لديها رؤى بعيدة المدى 2030 2040 2050، وهذه الرؤى البعيدة تساعد في التخطيط البعيد المدى وتحدد كثير من الأمور مهمة من الناحية الاقتصادية والسياسية لها. يعني أنت تستضيف دبي هذا المؤتمر على مدى سنوات، برأيك إلى أي مدى يعزز أيضا هذا المفهوم وإيجاد حلول مستقبلية دكتور؟ دبي دائما كانت سباقة في استضافة كثير من المؤتمرات، وأنا يعني عشتها في مراحلها المختلفة وشاركت في كثير منها، لأنها عندها القدرة في التصرف السريع والاستشعار السريع وأخذ الخطوة الجريئة والسريعة، يمكن سباقة فيها عن كثير، فهذا أيضا شيء يحسب لها. يعني معارض الطيران الأولى بدأت في دبي، معارض الدفاع الأولى بدأت في دبي، كثير من الانفتاح حول العالم فيما يتعلق بالإكسبو لما كان في دبي موجود مؤتمر قمة المناخ التي حدثت، يعني فهي دائما كان لديها استشعار ويعني قيادة ضمن إطار الدولة الإمارات العربية المتحدة، لأن هي أيضا ضمن هذه المنظومة، ولكنها دائما كانت هي سباقة وحريصة على إيجاد الخدمات التي تسهل، ولذلك تميزت موانئها، تميزت تجارتها، تميزت إعادة التصدير في دبي بالكثير من التقدم عن كثير من الدول الجوار التي ربما أخذت وقتها إلى أن بدأت تلحق يعني بدبي. حتى أتذكر واحد من الأخوان مرة كان يقول مشروع النخلة في دبي خلقنا النخلة سندروم في الخليج، فأصبحت مشاريع مشابهة لها في أماكن أخرى في منطقة الخليج. حاب أشكرك كل الشكر دكتور عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. ومشاهدينا، هذه عودة إلى استوديو دبي هذا الصباح مع الزميلين عبد الله المقبالي وساندي مصطفى.